حسومي حبيبي انت اكتشفت نفسك صح بالمشاركة بذا فويس لو اكتشفت نفسك بعد المشاركة بذا فويس؟ والله انا اصلا ما مكتشف نفسي. لا 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 شلونس والله جد انا رجال شنت مقدم برامج نعم ومراسل ويعني داخل بالوسط بس اغني على قد يعني اصدقائي نقعد سوية على قد الطرب على قد الطرب بينك وبين الاصدقاء والله اي يعني هيك مرات واستحي انا رجال خجول نعم منو خجول؟ صديقي اني منو قال؟ شنت يعني ها ادري قول لي شنت ورا ما دخلت بالفن عززلي من شنت على الخجل هاي ورا ما دخلت بالفن راح الخجل لا شنت كلش مؤدب وخجول ممتاز ممتاز بقى للحباب بس الخجول ما بقى هالحباب هاي لازم تبقى ايه فصديقي قدم لي طبعا العالم كله يعرفاني دائما باللقاءات اذكرها صديقي قدم لي بطريق الصدفة وصارت المشاركة وأديت يعني هذا الأداء كان أول ستيج أصعد به. زين أستاذ حسام خلنا نحكي عن الوعود. الوعود؟ إي. هم راح تقولوا لي كاظم. لا 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 لا. لا. وأني مشكلة. مو راح. وطبعاً مو كاظم مو كاظم. أنا أنا أكل شغلة. أنا بس أكل شغلة. قاطعني رجاءً. تفضل. شو بدري؟ إي يلا. موضوع كاظم. إي. أنت ليش أعطيت الدرس مالتي؟ لا لازم. يلا أوكي. والله العظيم لا عندي مشكلة وياه وأنا أحبه ومثل أعلى. وقيصر واي خلل ما عندي وياه بمجرد وعدني ايه وما ليش ما وفى بوعده وايش اقول له سئلوا له هاي سالين لي هاي شنو انت ما تعرف شنو السبب وانا حتى من احكي باللقاءات اقول انه الولد يجوز الرجال يجوز مشغول ايه يجوز عنده مشكله يجوز ما حبني ترى كلش طبيعي والهديه ما اريدها يعني ما اريدها مو لان من عنده لا بس انا هسه اقول لك يا راح اعطيك قميص عادي انت تتقبل من عندي وما انطيك اياه من انطيك اياه بعدين لا حد ما خلص مو ليش سدت نفسك يعني هسه انت تشتهي اكله وما اجتك الاكله نعم بعدين يجيب لك اياها ما لها طعم اوكي اكلها بس ما لها طعم على ما انت عليه الان مشاركتك بالبرنامج اقلب الدنيا اه اي والله وانا هسه تعبان جايك تعبان لان مستمر بالعمل والشغل يعني يوميا الامسيات العوائل انا عفت النوادي ماشي. والشغل اللي صار سنتين الحمد لله ومن عفتها الله وفقني الله يوفقك ان شاء الله دائما فدا اشتغل حصرا امسيات عوائل اعراس تخرجات هيك